انقطاع سيارات كيعيش واحد فترة عصيبة. النملة قل أنه يعيش في غرفة الإنعاش كيحتضر فيها. الكوفيد 19 منذ الظهور ديالو تسبب في الإلغاء ديال جميع الحجوزات اللي كانت عندنا، وذلك من شهر 3 مارس تم الإلغاء ديال جميع الحجوزات، وتم الوقف التوقيف ديال جميع السيارات ديالنا على الصعيد الوطني. يعني أن رقم المعاملات كان كيدخل يجانب صفر درهم منذ شهر 3. هاد الحصيلة هذه كتجعلات واحد العديد ديال مؤجري السيارات يدقون ناقوس الخطر والمطالبة بالمساعدات من طرف الدولة. النتيجة ديال هذه الحالة هذه هي الإفلاس ديال واحد مجموعة ديال الشركات، وبالتالي تسريح واحد العدد كبير من العمالة، وذلك بسبب ديالو عدم قدرة الأداء ديال الواجبات ديال العمالة، عدم القدرة على الأداء ديال الأقساط التأمين، عدم القدرة على أداء أقساط ديال القروض أو السلفات. ما زاد الطينه باللف هو في هذه الحاله هذه هو الاقصاء ديالنا من الاتفاقيه الاطار لو كونطرا بروغرام اللي توقعت ما بين وزاره السياحه ووزاره الاقتصاد المجموعه المهنيه للبنوك المغرب ولا سي ان تي الكونفدراليه الوطنيه للسياحه اللي حنا عضو فيها. عندنا جوج مقاعد في لو تور دو طابل ديالها. وهذا الاشكال هذا مع الرغم اننا حنا كنا مشاركين في التنسيق في المفاوضات مع وزاره السياحه باش حطينا هذا الكونطرا بروغرام، وتم الاقصاء ديالنا بشكل مفاجئ وفي اخر دقيقه. بالنسبه لنا حنا حاليا المستعجلات خصنا باش نقدروا نستمروا، كاين الادخال ديالنا اولا في الاطار في الاتفاقيه الاطار لو كونطرا بروغرام، هذه اول حاجه واسرع حاجه خصها تلبى لينا، اعتبار قطاع كراء السيارات حلقه من سلسله الصناعه السياحيه بشكل رسمي، لان الوزيره الحاليه ولا الوزراء اللي سبقوا ديال السياحه والمسؤولين في الوزاره بحد ذاتهم كيقروا على ان قطاع كراء السيارات هو فاعل من من من, من الفاعلين السياحيين. هادشي غير كيقولوه، ولكن لحد الان نحن نطالب بمؤسسة هذا القطاع ك بطريقة رسمية في قطاع كراء في وزارة السياحة. مسألة اخرى هي كنطالبوا وزارة المالية باش تعفينا من لا تيفيا على المبيعات ديال السيارات والمشتريات ديالهم. لماذا؟ لانه حنا دابا كنكونوا مجبرين على بيع السيارات لحل بعض المشاكل الماديه كاداء القروض مثلا او اداء الواجب الشهري للعماله ديالنا او الكراء ديال المحلات التجاريه ديالنا. ثانيا بالنسبه للشراء كنطالبوا حتى هو الاعفاء ديالنا، حيت نحن ملزمون كيف ما كتعرفوا ان السيارات عندنا ما كتجاوز 5 سنوات. حنا ملزمون عندنا سيارات اللي كيكونوا عندهم 5 سنين، حنا ملزمون بالاخراج ديالهم من الحظيره ديال السيارات ديالنا وادخال سيارات جديده. وفي هذه الظرفيه حنا كنطالبوا بهذا الاعفاء هذا ديال الضريبه على القيمه المضافه. مساله اخرى اللي هي مستعجله هي تعليق تسديد القروض بدون فوائد الى ان يتم استرجاع الاقتصاد الوطني العافية ديالي، يعني 3 شهور أو 6 شهور فهي غير كافية باش ينتعش القطاع عاوتاني ونقدروا نديو الأقساط البنكية ديالتنا بطريقة مريحة. مسألة أخرى كنطالبوا مجلس المنافسة ووزارة المالية بفتح تحقيق في الزيادات المهولة في ثمن التأمين، لأنه هذه السنوات الأخيرة عرف واحد الارتفاع مهول في الثمن ديال التأمين. الإسراع كذلك بإخراج دفتر تحملات جديد يساير العصر
ويساير التقدم التكنولوجي اللي كتعرفوا البلاد، وكذلك إعفاء القطاع من الرسم المهني لهذه السنة أي لا باتونت، وكذا الضريبة على السيارات للسنة القادمة.